اش اللي خايف هنايا وخاصني نقولها للمغاربه مباشره؟ خايف على الحليب الان. علاش؟ ماشي حيك كاين مقاتله طرد المقاطعه، حيك الناس المستثمر تيخاف. انا غدا لهذ الشركه اللي سدات لا قدر الله تتنتج لي بلا ما نسميها تتنتج لي 50% ديال المنتوج الوطني، ومخدمه لي 6000 واحد و 120000 فلاح. شحال من عائله هذيك؟ واحد نص مليون العائلات. لا قدر الله حنا تنضربوا الان غير الشركه تبقى، لان هادو اجانب ما عند ماشي مغاربه، اجانب غدا يدير السارو تحت الباب ويزيد بحالاتو ويخليك تما. هذا هو المشكل ديالنا حنا.